سنورة، نورة كانت بتحب شكل نديم قوي و before she left she was the first person to have any idea about anything. First person. Anything. I never told anyone. I never said anything. When anything happened, I would keep everything to myself. But as soon as I got your book, I showed it to her. And I read her the letter. And she's the one who helped me get back at you and get mad at you. And then she understood. She's the first person. She was sitting there, she's like, oh, why is he writing you a letter like that? Like, oh my God. You know, she was like, ah. I was like, ah. And I can't say it. I'm going to come now. The way to that, I said, I don't know, I'm going to have a look at her. That's it. Nusa. Yeah. Nusa, come on, Nusa. موسى كنت كل ما على جنبها يا تمسك لي ايدي تلعب لي بيدي او شعرك يا تلعب لي بشعري لا هو الرقصة بتاعتها الرقصة الغبية بتاعتها ووشها لما تعمل شو الرقصة؟ ما في الرقصة تعمل كده او يا تعمل كده وهي كانت أول واحدة تحب كلاس المسرح She was the first one who was really excited. ما تذكرت هو كم حصة ما أنا كنت أنا وياها شبيب عليا شبيب عليا ناظر شو مشي حال؟ أعطوك الغنيتين ولا غني؟ تبي ليش هاي الغنيتين ولا غنية؟ واحدة القديمة؟ يا أخي أنا وديع ما يشون الغنية اللي فيها ثلاث مقاطع يخلي فيها واحد يغني والغنية اللي فيها مقطعين يخلي فيهم يرك ثلاثة فيهم ما أدري شو الموضوع هلا أنت هذيك ما فيك تغني أغاني هتغنيها؟ أنا مولاي غنيتها كنت أغنيها بالطبقة الأصلية بس أنا صوتي تعبان اليوم ما قدرت أغنيها شالني منها شالك من مولاي وحطك ايه بيديك؟ حطني بقاني، قاني غنيتها انا ذيك المرة بتابلو كامل يعني. بس ما ادري يعني. يا عمي شو ما كان؟ شو ما كان انا مالي خلق متنرفز. اي تابلو؟ مالي نفس اغني ابدا. تعال اقعد هنا. وين؟ هنا. اقعد على المحشي شوف أوه. وين اقعد؟ فوت اقعد. خلصت كتبته هذيل؟ انت من كتبت الصديق؟ انا قعدت برا. بس بطريقة غير مباشرة بطريقة سنغارية أنا كتبت I'm going to miss everyone and specific qualities from each but Ibrahim and Bash are my closest friends They're the most الكل بس إنه كل حدا بطريقة معينة بس إبراهيم وباش are my closest friends عارف They're the most people that have stuck by me and given me so much strength I would miss their presence the most أحسن أكثر شيء لا your presence انت شنو كتبت؟ انا كتبت على لارا كثير كتبت شيء حلو بس عندك ما كتبت شيء لانه ما صفي محل صراحه اه اوكي شوف صفي سطرين بس كتبت أوكي. ابراهيم الدشتي الاخ والصديق والاهضر تعلمت منه الكثير وسنبقى اصدقاء حتى بعد الاكاديمي my name like this thank you because no one writes and it annoys me you know that right لا شي انت تخليني اكتب انا لان انا لا اكتب عندي سطر هلا بضيف لك بضيف كم سطر وين هي هيشيل حاجات؟ لا حيضيف حاجات هي انا حضيف حاجات حيحط حاجات كمان وين القلم الازرق كمان؟ القلم الازرق اخذته انت؟ ايه
يلا بكفيك حاجة. شوف شو كتبت عن اليسار. صف الرقص مع اليسار أحلى صف، كون اليسار هي الأفضل بالنسبة لي. أرى في اليسار أجمل امرأة في العالم. يعني إيه؟ بشوف باليسار أحلى امرأة في العالم. أوكي. وفي عالم الفن والرقص بكل ثقة اليسار وبس. أوكي. وبالنسبة للصفوف أطالب بصفوف رقص أخرى باختصاصات أكثر وتنوع. وإذا سامين؟ يعني إنه صفوف رقص بس بي 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 بغير إنه تكون كتير شيء، يعني إنه بغير اختصاصات يعني مثلاً بريك دانس. بس لا ما كتبت بس باختصاصات أكثر يعني إنه يكون في رقص. بريك دانسينج يعني صفوف مايك فري ستايل. فري ستايل يعني. من امتى؟ انه صلصه يعلموها. يلا يلا هاك. انا كتبت بس ما راح اقول لكم شنو كتبت. يلا طب. هلا مين في بس ما خلصت؟ باقي عزوز ويحيى قاعد يكتبون. ما بده يبدا. ثانيه وين؟ ثانيه ما اعطيتها. ثانيه شقتها. ليش؟ داخل عصبت شقتها. ها. وميشيل ما اعطاك؟ عصبت من ميشيل؟ لا هي عصبت من اسئله ميشيل. شو الغباء؟ ميشيل شفته عم يكتب. عندك يا ميشيل هني. ما في ميشيل. بيضا. ما في يا عمي. عندي يحيى قاعد ينقل منه. معقول ما حدا بيعرف يكتب ولا كم كلمة يدبر حاله؟ أنا تصدق أنا شفت لارا كاتبة قصص و قصص وحكايات ما تبعي شو بصير. أنا إيه؟ عم قول له عم شاف لارا كاتبة قصص، قلت له ما شفت تبعي شو بصير فيه. أنت كتبت كثير؟ أنا كتبت منو الأشخاص اللي بالأكاديمية وكذي يعني من الأساتذة وهذا اللي كتبت مدام رولا ووديع اليسار صوت الضمير ونديم كتبت نديم نديم بالاسم. ليش خطوة كمان بعتبر مو بكيفها وأخر أريلكم خليني أقعد معاكم شوي ما أشوفكم أنا أصلا ما أبيك تنساني بنتكلم على كل واحد. وصلنا لعند إناس خلصنا وصلنا عند ناظر. يلا نازل كان الوحيد بيفهمني وانا من نازلة واحدة بيفهمني like ببقى زعلانة بس علي بيفهمني زعلانة لانه كتير صعب يعني واحد يطلع عليك يفهم انك ليش زعلانة مثلا صعب جدا صدق ما بعرف يعني تخيل يعني لا بغض النظر بس ناظم اوكي حبيبي مشان ما كتير تصدقي حالك يعني ايوه بس انتوا الاثنين ما كنتوش بتعبروني anyways في وقت ده لأن كنا وايد بصراحة فما يعني أنا قلت لك شو السبب؟ ما أدري شو السبب؟ ما مين؟ قلت لك أنا بالأسبوعين ثلاثة هذول كنت ماني فاهم أوكي كنت شنو؟ عم قلها أنه أنا عم قول أنه بالأربع أسابيع هذول مرقوا أنه كنت يعني كنت جد متضايق أني كنت مقضية يا بالديمو روم يا بالمسرح عم بتمرن على الأغاني الإنجليش عم بحفظ أنا وزاهر مش يعني بس نازم كان الوحيد بيفهم my jokes بالانجلش ولا حد كان يفهم بعمل جوك ولا حد يبص عليا كاني مجنونة وقاعدة طب ليش ما عملتي جوكس على الانجلش؟ ايه؟ عشان مش هتفهمهم نايس جود وهو كان بيضحك وكان عندنا نفس اللايف ستايل نفس المنتاليتي نفس ال ايه متى نحكي عن السوز؟ give me مش حنقدر شكله باقي يحيى و هو هيكلم عليه عم نحكي عنه بالبيت وهو هيكلم عليه انت تعالى عزوز عم نحكي على كل واحد بنات اللي هي عم نحكي على كل واحد بنات اللي طلعوا فعم قلها لارا عم قلها ايمتى نحكي عن عزوز قالت لي شكله هو اللي حيحكي علينا قولي يلا اسمع او ماي جاد قبل شوي في سؤال قال كيف تقول للعالم العربي صوت لك عرفتوا؟ ما هي العبارة التي قلت كعبد العزيز دائما ما أكرر منكم وإليكم يعني عليكم اثنين أنا معكم كونوا معي ثلاثة بدعمكم سأستمر